القرآن حجة لك أي عند ربك، أو حجة عليك عند ربك، فمن قرأه وتلاه وعمل به أضحى القرآن حجة له، ومن عياذا بالله لم يقرأه أو قرأه وتلاه ولم يعمل به فالقرآن حجة عليه، وهو أي الكتاب القرآن معجزة وآية نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى، وما من خير إلا وفي القرآن أصل يدل عليه، وما من شر إلا وفي القرآن أصل ينهى عنه. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والمؤمن ينبغي أن يكون في كل أحواله متقيدا بالقرآن. وقد ذكروا أن رجلا يقال له عيينة بن حسين، وكان يعني على صحبته فيه شيء من الجلافة، فقدم المدينة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر يحب أهل القرآن يقربهم منه، فمنهم شاب كان عمر يدنيه يصبح هذا عيينة عمه، فقال عيينة لابن أخيه: استأذن لي عند الأمير، يقصد أمير المؤمنين، فإني أرى الرجل يقربك. فاستأذن ذلك الرجل الفتى لعمه عند أمير المؤمنين عمر، فلما دخل أصابته الجلافة التي لا تفارقه، فقال: هيه يا عمر أو يا ابن الخطاب، ولم يقل يا أمير المؤمنين، وقال فيك وفيك، أخذ يخدح في عمر. الآن عمر أكرمه وأدخله إلى مجلسه ليسمع منه وهذا يسبه، وعمر كانت معه الدرة يؤدب بها الناس، فهم أن يؤدبه ويبطش به، فقال هذا الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا والله من الجاهلين، يعني جاهل يدخل أمير المؤمنين يقول له مثل هذا الكلام. قال ابن عباس راوي الحديث: قال: فوالله ما تجاوزها عمر، يعني حبس الدرة وسكت، فما تجاوزها عمر، وكان عمر، هذا كلام ابن عباس، وقافا عند كتاب الله. فأنت إذا بتبتلي أحد في إيمانه الحق، إذا صنع صنيعا خالف فيه الشرع، ذكره بالآية التي تعارض صنيعه. كلنا ينسى، كلنا يخطئ، كلنا بشر، لكن ذكره بالآية التي تخالف صنيعه، فإذا رجع فهذا من أهل القرآن حقا، وإن لم يرجع لن نذمه، لكن نقول: نسأل الله أن يهديه.